جروب. ثالث اسبوع كان بداية الموديول، فراح تاخذون المحاضرة الاسبوع القادم ان شاء الله الصبح محاضرة، وبعد الظهر عندنا السمول جروب مال السيشن الاول. محاضرتنا الهايبوكسيا. الهايبوكسيا واحد من الكومون كومبلينت اوف ذا بيشنتس. احنا مبدئيا تعريفها a condition in which the body or a region of the body is deprived of adequate supply at the tissue level. الهايبوكسيا at the tissue level. وهسه نفرقها عن الهايبوكسيميا. Hypoxia may be classified as either generalized affecting the whole body or local affecting a region of the body like an angina or intermittent claudication. الانجينا هي السيفير pain that involving myocardial muscle. Severe pain, most severe pain, one of the most severe pain complaint human experienced through his life. والانترميتنت كلاوديكيشن. الانترميتنت تعرفون شنو انترميتنت؟ اللي هو متقطع. والكلاوديكيشن العرج، الترجمة مالته. فشوف المريض بالانترميتنت كلاوديكيشن يجيك يقول لك دكتور انا امشي لي كم متر الكالف مسل مالتي احسها سيفير بين، وهذا البين ما يروح الى ان اقعد الى ان ارتاح. So there is deprivation of adequate oxygen supply to the calf muscles. اوكي طلاب صوتي واضح؟ صوت واضح؟ اي دكتور واضح. وده تطلع عندكم السلايدات؟ اي نعم دكتور تطلع. يلا. هايبوكسيا. الهايبوكسيا يعني الديسكريبشن مالتها از there is insufficient O2 supply at the tissue level. While hypoxemia احنا نعرف من اخذنا فاونديشن الايميا related to the blood. So it is decrease PO2 in the blood. Anoxia complete absence of O2 in the tissues. البلس اوكسيميتر هسه اغلبكم شايفه وجوز مستعمله وشايف شلون استعملوه. احنا نعتمد على البلاد سبلاي تو ذا ثرو ذا كابيلاريز اند وي ار ميجرينج ساتوريشن تشبع الهيموغلوبين وذ اوكسجين بريفرالي. سو اف ذير از سيفير decrease or absence of the supply of oxygen to the tissues راح يصير anoxia راح saturation يقرا zero. While hypoxemia هذا هنا نقيسه ناخذ blood sample من ال artery or vein and we are measuring the partial oxygen level. While hypoxemia هي signs or symptoms at the tissue level. So hypoxemia اللي هي يعني معناه بالمختبر شفنا البلد اوكسجين قليل is always associated with hypoxia. يعني من نقيس البارشال بريشر اوف اوكسجين ان ذا بلد سامبل راح نلقاه قليل، وهذا القله يسوي لنا هايبوكسيا ساينز وسيمبتومز. While hypoxia is not always associated with hypoxemia. من يقدر يقول لي هاي شنو معناها؟ من يقدر يقول لي هاي شنو معناها طلاب؟ دكتور نعم
دكتور نعم الهايبوكسيميا يعني الشخص اللي عنده دائما قلة بالبرشا برجر مال البلاد، فهي دائما عند نلقاها عند الشخص اللي عنده هايبوكسيميا اللي هو يعني الأكسجين سبلاي على يعني بالليفل تيشو فهي قليلة، بس مو دائما الشخص اللي عنده هايبوكسيميا يعني لازم يصير عنده، مو كل شخص عنده الهايبوكسيميا ممكن يعني دائما يصير عنده هايبوكس يعني يعني دائما الشخص اللي عنده هايبوكسيا مو دائما يصير عنده هايبوكسيميا. عاشتي ليش. احنا بالنسبة لنا مثال اخر هسه حكينا intermittent claudication، المريض region of the body راح تعاني من الهايبوكسيا، بس من نقيس البلد سامبل نلقاه not hypoxemic، so it is not always associated with hypoxemia. اوكي، هذا مثال اخر. احنا نبدي شنو نفتهم موضوع الهايبوكسيا. تدرون السيارة ايش تحتاج؟ تحتاج فيول وقود، وتحتاج احتراق كامل لهذا الوقود حتى شنو نسوي، نطلع المحرك يبدي يشتغل. نفس الشيء الجسم، الخلايا تحتاج وقود اللي هو الاي تي بي فور ميتابوليزم حتى تسوي الفانكشن الطبيعيه مالتها، وتحتاج سبلاي اوف اوكسجين حتى يصير كومبليت اجنيشن مثل المحرك، خلينا نستعير هاي التعابير، للاي تي بي حتى يطلع لنا الانرجي اللي تولد تسوي لنا كومبليت ميتابوليزم. لذلك عندنا تو سيستم بالبدي مسؤولات عن supply of oxygen to the cells. هنا السيستمين الكاردياك والريسبيراتوري. الريسبيراتوري ما يشتغل وحده اذا كان ان ادكوات كاردياك فانكشن، وبالعكس. tissues consume oxygen and produce CO2 at variable rate. مريض قاعد ما يتحرك، انتاجه من ال CO2 قليل، استهلاكه للاكسجين اقل، رياضي يركض راح يحتاج اكسجين كل شوي وينتج ثاني اكسجين كل شوي، لان عنده ماكينه دا تشتغل اسرع، سياره دا تمشي اسرع، تحتاج وقود وسبلاي مال اكسجين اكثر. The circulatory and respiratory system must work together to supply and remove gases at appropriate rate for each tissue of the body. لذلك الانترميتنت كلاوديكيشن ليش يصير؟ blood supply to the part of the body. O2 consumption by tissue depend on supply of oxygen by the lung, transfer of oxygen from the alveoli to the pulmonary. هذا من ventilatory function of the respiratory system. Transporting of oxygen by the blood to the tissue and utilization of the oxygen by the tissue. لذلك احنا حتى نفتهم وين تصير الهايبوكسيا لازم نفتهم شلون تصير الميكانيزم of oxygenation of the tissues. مبدئيا احنا عندنا lung وعندنا ventilatory pump نصيح لها اللي هي respiratory muscles that drive air or oxygen from the ambient air من الهواء الجو المحيط بينا للمجاري التنفسية العليا upper airway then the trachea and the bronchi bronchioles to the alveoli. بالالفيولاي ايش عندنا؟ راح الالفيولاي عبارة عن حويصلات هوائية محاطة بالكابيلاريز، زين، وهذا very efficient system of transfer of oxygen from the ambient to the blood stream. الكابيلاريز تروح بعدين ل venules sorry venules تحولها للفين pulmonary veins، اللي بعد الأربعة تروح للليفت هارت. البلد يجينا من الرايت فنتريكل تو ذا ثرو ذا pulmonary artery arterioles pulmonary capillaries then to the from the capillaries to the pulmonary venules veins and
to the left atrium. وبعدين من left atrium through the aorta تروح to the tissues in the systemic circulation. كل مكان من هاي series عندنا مكان ممكن يسبب لنا cause of hypoxia. So بالامبيانت اير ممكن احنا مدى المكان اللي بيه احنا نسبه الاكسجين قليله. احد يقول لي وين هذا يصير هذا المكان اللي فيه نسبه الاكسجين قليله؟ وين دا يصير هذا اللي فيه نسبه اكسجين قليله؟ هاي التيتيود بجبال الهملايا. من نصعد احنا عاده الضغط الجوي 760 مليمتر زئبق، 21% حوالي اللي هو 20.9% of this barometric pressure is نصيح له partial pressure اللي هو هذا oxygen level. من نبدا نصعد ال 760 تقل تصير 600 مليمتر زئبق، ينخفض الضغط الجوي فوق جبال الهملايا ويا كل النسب راح تنخفض، من ضمنها ال 21. نبقى احنا 21% نسبة الاكسجين، بس الضغط اللي يكفينا فور اوكسجينيشن اوف اور بلاد راح يقل. لذلك راح نشوف انه فوق جمال الهملايا من نصعد الطيارة وننزل فوق جبال الهملايا نتعرض الهايبوكسيا لو بارشل بريشر اوف اوكسجين. بس بمرور الوقت دول راح تقول لي لا هم دول عايشين جمال الملايا بهضبة التبت وما ادري وين عايشين ما عندهم هايبوكسيا، لان صاير ان ذير بودي اكليماتيزيشن تاقلم، الجسم بدا يتاقلم. هاي من يقل عندنا بالهاي التيتيود البارشال بريشر. وين بعد نشوفها؟ احنا مرات ديورنج انستيزيا نعطي هايبوكسيك ميكستشر accidentally، يعني مثلا بدل ما نعطي قنينة اكسجين للمريض ايش نعطي؟ نعطي قنينة CO2، ما راح يصير hypoxic mixture. زين حوادث اذا تشوفون الاكياس اللي نشتري بيها الاجهزة الكهربائية كذا مثقبة، قبل صارت حوادث الاطفال يخلي راسه بداخل الكيس ويسده فيبدي يتعرض الى يبدي يستهلك الاكسجين الموجود بالكيس الى ان يصير هايبوكسيك، وصاير عندهم حوادث هوايه. لذلك اكو وورنينج على الاكياس البلاستيك انه دير بالكم. هم الشركات قامت شو تسوي؟ تثقبهن، يجي الكيس البلاستيك مثقوب. اثنين الفيولر هايبو فنتيليشن، ليش احنا عندنا قلنا فنتيلاتري بامب الريسبيراتري ماسلز هي مسؤوله ان تسوي سكينج اوف ذا اير فروم ذا امبيان تو ذا الفيولاي. عندنا الانتركوستال ماسلز والمين ماسل طبعا هو الدايفرام، والاكسسوري ريسبيراتري ماسلز الانتركوستال الستيرنوكليدوماستايد والاذر اكسسوري ماسلز. من اكو مشكله بذني بالدايفرام اللي مثلا فرينك نيرف انجري اللي هو يسوي لنا سبلاي للدايفرام، من راح توقف الفنتيلاتوري ماسلز راح يصير الفيولر هايبو فنتيليشن. عبرنا مرحله الالفيولر هايبو فنتيليشن عندنا فنتيليشن بريفيوجن مس ماتش. احنا قلنا عندنا فيري افيشنت ميكانيزم اوف اكسشينج اور ترانسفير اوف اير فروم ذا الفيولاي تو ذا كابيلاريز. من اكو هاي طبعا الديستنس كلش صغيره يعني اجزاء المليمتر، من تزيد نتيجه accumulation of fluid or there is fibrosis or any other insult that involved alveoli ventilation perfusion نرمز له V على Q mismatch، صار عدم تناسب بين الفنتيليشن والبرفيوجن. عندنا مكان راح يصير ب adequate supply of blood but there is inadequate ventilation. هاي عادة وين تصير؟ مثلا pulmonary embolism صارت. pulmonary embolism صارت بواحد من ال pulmonary arteries سدته، راح يصير loop of the lung will be
ventilated but not perfused. Okay? Or مكان باللنج عندي طفل بالاعلى فد فورم بدي سد لي المين برونكس. اللنج الرايت لنج عادة انفولد باي فورم بدي. ايش راح يصير بيها؟ راح يصير انه اللنج not ventilated ما يوصل هواء بس ايش بيها؟ بيها well perfusion فراح يصير عندنا البلد يجي لللنج بس ما يصير بيه adequate oxygenation فراح يصير عندنا مكان ventilated not ventilated but perfused واكو مكان لا بالعكس شامت intracardiac or intrapulmonary البلد دي يروح لللنج بس ما دي يروح يصير شانت يعبر بدون ما يصير بي ادكويت اوكسجينيشن والامبيرد الفيولر كابيلاري ديفيوجن اللي انا بالغلط ذكرتها طبعا انه عندنا ديفيوجن التنافذ اللي دي يصير ثرو ذا الفيولر ممبرين ما دي يصير نتيجه الديستنس زادت نتيجه اكيوميليشن اوف فلويد اور فايبروسيس اون اور انذر كوزز حكينا الاكسجين عليكم السلام بس اكو طلاب يردون يدخلون مدى يتدخلهم الميت ما اعرف بس خلي يكتبون ام 12 ام ام دي ويسوون جوين على الرابط بس ما اعرف يعني يقولون يظل يحمل ومدى يدخل يعني خاصة مثلا موافقة لا 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 بدون موافقة يدخلون يكتبون جوين ويكتب ام 12 ام ام دي حتى لو بس هاي يكتبها اكو رابطين هي دي يدخلون على الرابط الخطا على الثاني يدخلون على اول هم تمام استاذ شكرا شكرا الاكسجين كاسكيت هو سيريز اوف بارشال بريشر اوف اوكسجين ديكلاين فروم اتموسفير ات ذا سي ليفل طبعا قياساتنا to the mitochondria and the cell. It is formed by the following pressures. شلون البريشر راح يختلف من الاتموسفير؟ احنا نضرب 21% في 760 يطلع 160 ملليمتر زئبق. من ندخل very efficient machine of ventilation عندنا of humidification of inspired area nose. من يفوت الاكسجين الانسبايرد اير سوري بالنوز راح يصير ينضاف له اير الووتر فيبر العفو ووتر فيبر فراح ياخذ حوالي 10% او 10 ملم زئبق راح يصير عندنا 150 ملم زئبق هذه تراكيال ليفل من يدخل الـ air to the alveoli أصلاً الـ alveoli هي عبارة عن ساك كيس ما ينسد هذا الكيس يظل مفتوح يعني inflated decrease in size but not collapsed وراح يبقى بـ air فراح يصير بـ dilution فراح يصير 106 ملم زئبق هذه arterial blood pressure will be 100 at the capillary blood up to the 55 millimeter Hg at the mitochondria up to the 40 بالكاسكت هذا at any level at any stage reduction راح يسوينا بالبرا راح يقل لذلك راح يصير عندنا at the mitochondria level decrease من يصير عندنا اتموسفيريك بريشر اوف اوكسجين قليل راح كل هاي تنزل والميتوكوندريا احنا قلنا ماشين تحتاج فيول وتحتاج اوكسجين حتى يسوي لنا ايروبيك ميتابوليزم لذلك احنا عندنا ست تايبس اوف هايبوكسيا على الاغلب يعتبروهم 4 اكو ناس يعتبروهم 5 6 But according to the physiology of the pathology, pathophysiology of this can be defined in four types.
هايبوكسيك هايبوكسيا اللي هي inadequate arterial oxygenation، anemic hypoxia، circulatory hypoxia، وhistotoxic hypoxia. Hypoxic hypoxia when there is lack of oxygenation of blood in the lungs, which leads to low PO2 in the arterial blood. اللي فاتح المايك وما يريد يسأل أو شيء خليه يسد درجة عن الطلاب. الفيولر هايبو فنتيليشن احنا حكينا قلنا هواي كوزز از ان هاي التيتود انكريز اير واي ريزيستنس ريديوس لاين كومبلاينس باراليسيس اوف ريسبيراتوري مسلز depressed respiratory center. طلاب منو فاتح المايك؟ and diffusion abnormality اللي عبرنا مرحلة ثانية بالبداية alveolar hypoventilation و diffusion abnormality impaired diffusion from alveolar to pulmonary capillary blood like in alveolar capillary block. Causes of decreased pulmonary ventilation like in asthma راح يصير عندنا البرونكيولز راح يصير بيها reversible bronchospasm that prevent flow of air normally to the alveoli. In case of brain tumor, the brain tumor طبعا هنا انا اكو السلايد هسه اصححها بعدين. Causes of pulmonary شنو اللي ما حد يقول ليش the brain tumor with the causes of pulmonary hypoventilation ليش ده يصير؟ دكتور والتيومر يعني يضغط على respiratory center الموجودة بالبرين. ممتاز ممتاز ممتاز. sleep apnea or احنا نصيح لها another name وكبيكيان sleep هم another cause of pulmonary hypoventilation. Pneumothorax, available alveolar tissue, ready for gas exchange, will be decreased or compressed. Will poliomyelitis, هذه طبعا البوليومايلايتس pandemic صارت بسنة 1956 بكوبنهاجن بالدنمارك وعلى أساس اخترعوا الفنتليتر جهاز التنفس الاصطناعي. لأن صار respiratory muscles paralysis. Another causes respiratory causes and that lead to inadequate oxygenation of blood in the lung. Emphysema اللي هي abnormal dilatation of the of the alveolar sac. راح يصير دمج بالوول مال الفيولاي. لانك فايبروسيس بالمونري هيموريج برونكيولر ابستراكشن نيمونيا برونكيكتسيس اند انذر كوز اوف هايبوكسيا هايبوكسيك هايبوكسيا كاردياك ديس اوردر ذات ون اوف ذم از كونجستيف هارت فيلر راح يصير كونجشن اللنج فولد وذ اديما تصف يعني اديما فلود راح يصير بالمونري اديما. الالفيولاي اللي اعتيادي ما بيها فلود راح يصير فولد اوف فلود غير السرفاكتنت النورمال هو موجود. In case of inadequate cardiac output there is inadequate blood supply to the inadequate perfusion to the alveoli.
Anemic hypoxia, and another type of hypoxia when there is inadequate oxygen carrying capacity of arterial blood. كل molecule of hemoglobin carry 4 molecules of oxygen. هذا normally. When there is a quantitative anemia due to decreased level of hemoglobin, as in all cases of usual anemia, there is will be total oxygen carrying capacity will be low. Also qualitative anemia, as in CO poisoning. احنا قلنا كل cell, كل hemoglobin molecule carry 4 oxygen molecules. بس الaffinity of CO 250 times more for hemoglobin than O2. لذلك راح تسبق الأكسجين will attach to the hemoglobin in more potent bond and prevent oxygen from attaching to the hemoglobin. عادة احنا نعالج كيس اوف طبعا الحرائق اللي يصير لابد الحادث حتى ما تنسونها الحادث مال المستشفى ابن الخطيب اللي صار اللي دخلوا وبيهم مستشهدوا داخل سواء مرضى او من دول الناس اللي هبت على مود طلع المحترقين الجو مو شرط احترقوا بس اجوا لقوم ميت جوا ليش؟ لان صار عنده سي او بويزنينج وصار عنده سيفير هايبوكسيا صار عنده سي او لذلك رجال الاطفاء اذا شوفوهم من يدخلون مكان محترق شي يلبسون؟ يلبسون ماسك ومربوطه بقنينه اكسجين ما يفيد تلبس ماسك بفلاتر لان راح يجيك سي او الله يبعد الشر عنكم قصدي يعني كالشخص اللي يدخل راح يجي سي او ويصير اتاتشمنت للهيموغلوبين فلذلك لازم يستعمل اللي يدخل هيك مكان يستعمل قنينه اكسجين ما يلبس ماسك او يخلي قطعه قماش مبلله على صحيح هو راح يمنع الكربون راح يمنع ذرات الكربون تدخل للريسبيراتوري سيستم بس ما تمنع السي او اول اكسيد الكربون اللي راح يدخل وعنده هاي افينيتي فور هيموغلوبين ويسوي لنا سيفير هايبوكسيا اللي كان نوت تريتد ايزلي لا نستعمل 100% اوكسجين اور نستعمل هايبر بارك اوكسجين يعني ما نستعمل بارشال بريشر اوف اوكسجين 160 يجوز نستعمل 600 يعني نستعمل هايبر بارك نستعمل بدال 760 مليمتر زئبق ضغط نخليه بمكان مغلق ونزيد الضغط عليه نسوي ضعف الضغط الجوي 2 بار مثلا اللي احنا 1 بار 760 stagnant ischemic hypoxia hypoxia in which the blood flow to the tissue is so slow that adequate oxygen is not delivered to them despite normal arterial PO2 like in localized of obstruction of tissue blood flow or generalized like in hemorrhage or circulatory failure in cases of congestive heart failure surgical stroke vasospasm thrombosis embolism اي شيء يسد the blood flow or make it sluggish this will lead to stagnant or ischemic hypoxia histotoxic hypoxia cyanide poisoning هذا السيانايد يقولون اللي توفى ب نابليون بونابرت والسيانايد موجود بال قبل يحبون ياكلون النوى مال المشمش هذا ريتش ان سيانايد لذلك واي صاير عندهم سيانايد بويزنينج الهيستوتوكسيك هايبوكسيا amount of oxygen delivered to the tissues but because of the action of toxic agent at the tissue cells cannot at the tissue cannot make use of oxygen supplied to them
Cyanide destroys the cellular oxidative enzyme, completely paralyzing the cytochrome oxidase system. Hypoxic hypoxia, the cause might decrease PO2 in arterial blood, while in anemic hypoxia, decreased available hemoglobin, ischemic decreased tissue blood flow, histotoxic hypoxia, inability to use O2. PO2 will hypoxic hypoxia decreased while in anemic is normal, normal in ischemic, يعني هنا أنا ال there is no hypoxemia, normal in histotoxic. O2 content normal in ischemic will histotoxic, there is no hypoxemia, while decrease in anemic and hypoxic. المريض عنده هايبوكسيا شو راح يجينا؟ راح يجينا عنده صداع, drowsiness, easy fatigability, loss of appetite, nausea, vomiting, tachycardia, tachypnea. tachycardia والتكيبنيا ذني compensatory, يريد يعوض. لذلك انت تشوفون راح هواي هسه شفنا مرضى كورونا, والله يبعد عنكم وعن اهاليكم الكورونا ان شاء الله, اللي انصاب مر بهاي الحالة يقول جسمي احسه مكسر واحس نفسي سريع, تكبني, نبضي سريع, صداع, دايخ مو طبيعي, easy fatigability. ذني كلهن مال الهايبوكسيا مال الكورونا. هذا مو مهم السلايد. عندنا respiratory failure. احنا قلنا عندنا two systems اللي هي cardiac و respiratory. Respiratory system fails in one or both of its gas exchange functions, اللي هي two function main functions, اللي هي oxygenation and elimination of CO2. So it is either classified hypoxemic or hypercapnic. وممكن الهايبوكسيميك يعبر للهايبر كابنيك. هايبوكسيميك ريسبيراتوري فيلر او الاسم الثاني اللي له تايب 1 اللي هي موست كوملي يوز از كاركترايزد باي ان ارتيريال اوكسجين تنشن لوور ذان 60 مليمتر اجي وذ ا نورمال اور لو سي او 2 تنشن. This is the most common form of respiratory failure and it can be associated with virtually all acute diseases of the lung. يعني أي واحد أبو عنده أبو يصير عنده type 1 respiratory failure in severe cases. We generally involve fluid filling or collapse of alveolar units. عندنا cardiogenic or non-cardiogenic pulmonary edema. Cardiogenic in case of heart failure or any other cause of pulmonary edema. In case of pneumonia, pulmonary hemorrhage. Hypercapnic for respiratory failure type 2 is characterized by PaCO2 higher than 50 millimeter Hg. Hypoxemia is common in patients with hypercapnic respiratory failure who are breathing room air. The pH depend on the level of carbonate. تدرون ال احنا الاسيد اللي عندنا بالبدي هو الH الهيدروجين ايون. الهيدروجين ايون عادة CO2 بالبدي attached to the water it will produce H2CO3 and then dissociate
easily to hydrogen ion and HCO3. Hydrogen ion is the acid in the body. لذلك when CO2 increase in the body, this associated with acidosis, it will produce more hydrogen ion. And there is buffer in the body. فتشي يعادل الحامضية تصير العدنة. هذا البفر يعتمد على duration of exposure. كل ما اكو فد compensatory mechanism بالبداية تعوض اذا respiratory acidosis تعوض بالميتابوليك alkalosis والعكس. Common etiological causes of respiratory failure type 2 drug overdose, neuromuscular disease where ذني هنا ventilatory function of the respiratory muscles will be decreased and this will lead to inefficient excretion of or exhalation of CO2. Chest wall abnormality like in cases of scoliosis, severe airway disorders like in asthma, COPD, طلاب خلصت المحاضرة إذا عندكم أي سؤال أي تعليق أحد عنده سؤال طلاب؟